الناس لا زالت آثار الزلزال ترخي بدلالها على ساكنة أم زميز. نحن الآن نتواجد بحي الملاح المركز الاقتصادي لمركز أم زميز الذي توقفت فيه الحياة بشكل كلي. مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الحرف توقفت هنا، سباكين، جزارة، لبلومبي، مجموعة من المهن توقفت هنا فيها الحياة. هؤلاء الأشخاص كانوا يكسبون قوت يومهم من هذه الأنشطة، لكن الحياة بعد الزلزال شيء آخر. أنا حرفت بلومبي كد شفوات الماء تبع كمون شفوات وأنا بيب الماء كتيوات واسمين كد داكشي كانت الخدمة بخير وعلى خير خدامين تنصوروا رزقنا كل نهار تتمون ما كانش نهار تتجلس تجيب كل نهار. ملي وقع هادشي وقع بالليل جلسنا في الدار كنا في وسط الدار واحد الوقيته دخلنا وصلت ديك 11 تولت السنة بالدار تزعزعات تشقات كلها طاحت لا هي لا المحلات لا كلشي صافي بقينا ضنا دابا راه ما خدامين ما والو كالسين تنديباني غير اللي جا تنقضيو بالغرض. هاد السواد راه هما تا هما كلشي ساد ما كاين ما عندهم باقي ما يديروا واش غيخدموا. كاين السواد راه كاين الخرازة كاين البلومبية كاين التريسانات كاين البناية كاين الجلاجية كاين كلشي اي حري كلشي واقف. كلشي واقف كلشي واقف تيديباني دابا غير باش الشيء اللي كيجيبوا الناس محسنين ومازال راه كاين اللي ما كافيش كاين اللي هما 8 في الدار 6 وداك الحريه فيه هو اللي كيخلص لك راه والضو وكلشي ولكن دابا راه واقف. دابا انت كبلومبي شنو كدير دابا؟ بلومبي تنمشي دابا بان لي شي يوم قطع شي حاجه تنقادو في سبيل الله دابا ما كاينش اللي يخلصك ما كاينش اللي يعطيك شي حاجه المهم تدير بعدا الخير تلقاه. هادشي اللي منه وتنطالبوا شي حد الا بيتعاون معنا نرجعوا محلاتنا وكلشي. هادشي اللي بغينا واخا اللي كان تكون هي اللي كانت 2000 درهم 2000 تخدي بها تتقاد الامور بحال الكوفي بحال ديك الكوفي ديال سميتو كان تعاونوا مع الناس شي عطاو شويه الفلوس شويه ديال التعاونيه هكا تتعاونوا مع الناس بخير غير ما حد تكون الامور بخير كل واحد يرجع من الفوق كلشي حتى لتحت. تكون من فوق 50 واحد 60 واحد حرافيه فيها السوادره فيها البلومبيه فيها التريسانات فيها الحلاقه ولكن دابا تحل ما حاش شكون غيجي عندك حتى واحد تزور لي غير فاش غتخدم باش تصور راه مريبين. تقريبا 30 كروسه كاينه هنا هنا كنا في هذه الساحه راه دابا خوينا الساحه ها واحد منهم ها جوج هنا ها الاخرين غير جالسين بلا خدمه ما عندنا ما نديرو كل واحد مشات ليه دارو وكل واحد عنده 4 الاولاد 5 الاولاد والو راه كاين الخرج حتى لهنا حتى جالسين ما خدامين هذا الشيء باش كنصوروا الطفل الخبز راه ما صافي جالسين حوانت ما كاين حتى شي عنود هنا محلول البوطه الا بغيتيها تقلب عليها 3 كيلومتر 4 كيلومتر على الله تلقى شي واحد حل لي يعطيك البوطه هذا هو انت مزميز راه كل شيء مشى ما بقى ما المحل المواد الغذائيه شي واحد ما يعقل عليك ساد خايف على راسه خايف على راسه حيت انما المحلات ها انت كتشوف راه كلشي مسقوق هادشي كيفاش با يدير هاد مول الحانوت يحل وهاد مول الهري خايف على راسو مول الحانوت هكاك توقفات الحركه حنا المؤمنين اللي كيجيو هما اللي شويه دعمونا في هاد الايامات. عرفتنا هي محلات المواد الغذائيه المواد الغذائيه تسدات لان علاش كاينين المغاربه الحرار اللي جاو مساكنوا وقفوا ودعموا فهمتي عطينا ما ناكلوا وما نشربوا يعني ما عنديش باقي ما ندير انا بسميتو ولكن الخدمه الريال باش تشري شي حاجه ولا باش دير شي حاجه راه ما كاينش المحلات التجاريه كلهم راه سدوا صافي هادشي اللي كاين دابا راه وقفات الحاله وقفات دابا حتى واحد ما حل كلشي سد المحلات كاع مفرقعين لان خصهم المحلات كلهم مشتتين لان خصهم تيتصلح عاد بغيتي تخدم وشوف شحال المده ما عرفناش المده الدوله دير لنا شي حل الدوله اللي بغات تدخل ودير لنا شي حل الدعم راه كنسمعوا راه كاين الدعم كنسمعوا الدواء ديال الخليج وسميتو راه كاين الدعم الحمد لله والناس المسلمين راه ساهموا حتى هما داروا الحساب البنكي الناس راه ساهموا خاصه يديروا لنا هنا شي حل المهم يديروا لنا شي حل حنا هاد المعيشه هادي راه ما ديالناش راه ما الا جا البرد راه الناس لا اله الا الله محمد رسول الله جات الشتاء راه الماء كامل راه بيدخل لنا ابي الزلمه